السلام عليكم، نتمنى كل شيء تكونوا بخير. اي واحد عنده لاكارت قيشي وكيجبد الفلوس من الشباك الاوتوماتيكي راه مهدد بالسرقه. بزاف ديال الناس مؤخرا كيتشكاو كيقول لك اودي راني كنت حاط الفلوس في الحساب ديالي، وهو كيكون تشفر وما عايقش براسو، كيقول لك انا ما شريت حتى حاجه وما خرجت والو، ولكن راني لقيت الفلوس ناقصين. الا كملتوا هذا الفيديو تعرفوا كيفاش تحميوا راسكم، ونتمنوا تنشروه باش الناس اخرين ما يكونوش ضحايا ديال هاد الشفاره ولا هاد العصابات. هما طبعا هاد الناس اللي كيشفروا ماشي شي ناس اللي قاريين شي قرايه واعره زعما ولا داكشي ديال الهاك، ولا هما راهي ناس بسطاء بشي الات غادي نوريوهم لكم، غادي تعرفوا عليهم باش كيشفروا هادشي. والاوقات ديال الشفيره كتكون في الغالب في التالي ديال الشهر، حيت هما عارفين ان سورتو في المغرب عارفين ان الموظفين في التالي ديال الشهر كيمشيو يخرجوا الخلصات ديالهم، كيكون اقبال كبير على اللي كيشي باش يخرجوا الفلوس. طبعا قبل ما غادي تحشيو لاكارت ديالكم هنايا غادي تاكدوا من هاد اللعيبه، حيت كاينه واحد اللعبه اخت هادي سميتها فتحه قارئه البطائق كارد الريد، هادي اللي كتشوفوا في الشاشه كتركب هنا في هاد البلاصه هادي وكتقرا لكم كاع لاي كارت دخلت كتقراها وكتدخل المعلومات ديالها في واحد كارت ميموار كتكون فيها لداخل كتسجل وتحضي. وعاوتاني الكلافي كما كتشوفوا كتركب كلافي اخرى فوق هادي او شي نوع اخر، وهادي تاكدوا منها تبقاو ديروها كاش واش تحيد، وهادي تهزوها. هادشي ملي كيكون مركب راه ما كتعيقوش به نتوما، ما كيبانش البنادم عادي، يعني ضروري تبقاو تحركوهم مزيان. وكاين اللي عاوتاني مطورين كثار كيشدوا هادشي كامل وكيبقى يركبوه كامل، هذا كامل كيجيبوه من رجله يركبوه ويبقى يسجل داكشي بوحدو، لذلك هذا تبقاو تحكموا به. هادشي راه ما فيهش الضحك الخوت، يعني ربما يجيكم مضحك هذا الفيديو ولا شي حاجه. والكود من تبغيو تكتبوه عاوتاني تكونوا بوحدكم، واخا تكون بوحدك دير هكا وكتب، دير هكا وكتب الكود ديالك، ما تكتبوش مكشوف، حيت بعض المرات كيكون شي كاميرات الفوق حتى ديك البلاصه اللي كتكون هنا الفوق ديال الضو تبقاو تفيريفيوها، يعني مشا ما كيكونوش كاميرات اللي ما غاديش يبانوا لكم. لقيتو يعني شي وحده بنت اللي وريناكم، ضروري تعلموا البنكه الا كانت خدامه تما باش راكو شفتوا الكاميرا فين راها باش يوليو اللور يشوفوا يعني شكون اللي دار. والا لقيتوهم بالعين ضروري تمشيو لاقرب كوميساريه تعيطوا للبوليس باش حتى هما يديروا الاجراءات ديالهم ويقضيو الغرض. هاد الحوايج طبعا غادي يجيكم شويه غراب، ولكن راه الاغلبيه ديال الناس اللي تشفروا تشفروا بهاد الحوايج اللي كيبانوا لكم نتوما غراب. كما كتشوفوا راه هذا هو الماتريال ما غاديش يحصلوا فيه من يجيبوه، الماتريال راه يقدروا يشريوه، وحتى الجهاز اللي كيحول من البطائق الخاويه ويدخل فيها المعلومات ديالكم اللي تسجلت من خلال ديك كارت ميموار اللي دايرينها ومن الكود اللي سجلوه لكم في الكلافي، داك الجهاز هذاك سميتو ام اس ار، هذاك راه متواجد، يعني اللي بغاه راه كيقدر انت انسان عادي وتحصل عليه ماشي مستحيل. والثمن ديالو يلاه شي 80 دولار ولا 100 اورو، كاع ما كيفوتش 100 اورو يعني 1000 درهم. لذلك نقول لكم كلشي راكم مهددين بالسرقه. المعلومات هذه طبعا راني ما جبتهاش من راسي، جبناها من خلال التجارب ديال الناس اللي تشفروا من قبل والناس اللي كيديروا التوعيه، تحيه لهم. بزاف ديال الناس راه كيوعيوكم بالكتابه ولا بلي بوس ولا باش ما. وكنشكر حتى الناس دوك اللي كانوا ضحايا ديال هاد السرقه، هم حيت خرجوا بزاف ديال الناس كيهضروا يعني كيقولوا راه تشفرنا، عكس داك اللي كيتشفر وكيكمدها في قلبه ويبقى ساكت ولا يمشي يدير ديكلاراسيون عاديه. لا بالعكس، من توقع لك شي حاجه بحال هكا نشرها مع الناس باش كلشي يردوا بالهم. كاينه واحد الحاجه اخرى اللي ردوا لها البال مزيان عاوتاني، واللي هي لي سوبر مارشي. لي سوبر مارشي كما كانوا دايرين ولا دوك المحلات التجاريه الكبار فيما كتمشيو كتخلصوا بلا كارت كيشي، مي كتمشيو تخلصوا بلا كارت كيشي ديك لاباري اللي كيخلصوا بها لا كارت كيشي ما نشتبت على سميتها نيشان فرونسي، ديك لاباري هذه كتكون عندهم وحده اخرى اضافيه تما لو كتكون مدرها، اي تقدر تغفل انت هاك ولا هاك كيفوت لك لا كارت ديالك في ديك لاباري كتسجل المعلومات ديالك. مثلا مشيتوا لشي بلاصه شي سوبر مارشي ولا تخلصوا ليسونس ولا، ردوا البال، يعني ديما بنادم يكون راد البال مع لاكارت ديالو ومع دوك الناس اللي توقف معاهم. وتا في اوروبا هادشي راه ماشي في المغرب، تا في اوروبا كاين، حيت مؤخرا واحد صديق قال لي شي مغربي راه في الحبس، قلت له علاش، قال لي عطاولو شي ناس لاكارت كيشي مشى تيرا بها الفلوس وخلطوا عليه البوليس وهزوه، وديك لاكارت من بعد من سولت لقيتها باللي مخدومه بنفس الطريقه اللي كنهضروا عليها. يعني هادشي ماشي غير في المغرب، راه كاين حتى هنا عصابات، وماشي المغاربه اللي كيديروا هادشي، يعني راه حتى الناس
اجانب كيكونوا في المغرب كيخدموا بنفس الطريقه بالنيجيريا السنغال ودوك النواحي جنوب افريقيا ودوك النواحي. وكاين طبعا بزاف ديال الطرق ديال النصب، حنا وريناكم هذه باش بنادم يرد البال. وكاين حوايج اخرين ديال دوك اللي كيعيطوا اللي كيبغيو يشريو عليك دار، شحال واحد تنصب عليه في 100 مليون 200 ولا طوموبيل كيكون. المهم ديما حداو راسكم سورتو بالناس اللي ما تعرفوهم. شوف هاد الحوايج ديال الفلوس ما كاينش اللعبه الخوت، ما كاينش الثقه، يعني بنادم ديما يرد البال وديما شك في بنادم حتى يثبت العكس. هذه هي الطريقه اللي خصنا نخدم بها. والا استفدتوا من هذا الفيديو من هذه المعلومات هذه حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع والديكم مع خوتكم مع اصحابكم. والا اول مره كتشوفوني مرحبا بكم في لاشين ديال سعيد كدوري فلوغ، اشتركوا معايا في القناه حيت كنعطيو كل مره معلومات مختلفه في المجال الاداري في المغرب ولا بالنسبه للهجره ولا الفيزات ولا اي جديد كاين. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا تشوفوا، تهلاو.